استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة بمناسبة الذكرى 15 لميثاق العمل الوطني. وقد رفعوا إلى جلالته أسمى آيات التهاني والتبريك بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات وما تحظى به من مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وبفضل نهجه الحكيم حفظه الله. كما ثمنوا عاليا بكل التقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة لجلالة الملك المفدى وخطواته الرائدة من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الطيبة بين مملكة البحرين وسائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقف المملكة المشرفة في مختلف المحافل وتعزيز مكانتها ودورها في المحيط العربي والدولي. سائلين البارئ عز وجل في هذه الذكرى الغالية أن يحفظ جلالة العاهل المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويحقق لمملكة البحرين ولشعبها الكريم في عهد جلالته الزاهر ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي وازدهار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة الذكرى 15 لميثاق العمل الوطني، هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تعد ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالتكم حفظكم الله والتي توافق عليها أهل البحرين كافة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام جلالتكم السامي الكريم حفظكم الله وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وللحضور الكرام وإلى شعب البحرين الوفي، مستذكرين في هذا اليوم الوطني العزيز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات حضارية وتنموية في كافة المجالات وما تحظى به من مكانة متميزة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية في ظل قيادة جلالتكم حفظكم الله. وخير ما نبدأ به احتفالنا هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم. وشاركت العارضة البحرينية في الحفل حيث تم تقديم شيلة عرضة من ألحان وأداء الفنان نزار عبد الله مع العارضة البحرينية. وبمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة لميثاق العمل الوطني قال جلالته: إننا في هذا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى 15 لإقرار ما تضمنه ميثاق العمل الوطني نستذكر مع شعبنا الكريم وقفته الوطنية الصادقة والمعبرة عن إرادته وتوافقه على ثوابت العمل الوطني والتي أردناها أن تكون بداية لمرحلة جديدة من مسيرة العمل الوطني والنهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج الديمقراطي خيارا لتعزيز المشاركة الشعبية في مجالات العمل العام، مما مكننا بحمد الله من فتح آفاق المستقبل وبناء الحاضر. لقد شكل الميثاق محطة مضيئة وبارزة في تاريخنا المعاصر لمواصلة العطاء والبناء على نهج الآباء والأجداد الذين قدموا التضحيات من أجل سيادة هذا الوطن وعزته. وأضاف جلالته حفظه الله قائلا: إن احتفالنا بذكرى الميثاق هو احتفال بنجاح مسيرتنا الوطنية التي أسهم فيها أبناء شعبنا العزيز والتي جاءت بفضل وعي أهل البحرين وحضارتهم والذي شكل الأساس للإنجازات الوطنية التي نفتخر بها. مؤكدا جلالته حفظه الله ورعاه
أن ميثاق العمل الوطني جاء بإعادة الحقوق السياسية للمرأة والتي وأتى بنظام المجلسين واستكمل المؤسسات الدستورية والقانونية ورسخ الثوابت الوطنية التي توافق عليها شعب البحرين. كما نود أن نوجه شكرنا لمؤسساتنا الوطنية وما قدمته من عطاء مستمر، مشيدين بالدور الوطني الفاعل للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بفضل التعاون والتنسيق في توجيه القرارات والسياسات لما فيه خدمة الوطن والمواطن ورقيه، والتي دعمت بجهودها مسيرة الإصلاح الوطني الذي أردناه لمملكة البحرين، وبفضلها وصلت المملكة إلى مستوى متقدم ونالت التقدير من دول العالم المحبة للسلام والسعي إلى احترام كرامة الإنسان وحريته. وقد سعينا لتمكين المرأة من أخذ دورها في مجالات العمل الوطني بعد أن وصلت إلى مستوى متقدم من امتلاك المعرفة والقدرة على أداء ما عليها من واجبات ومسؤوليات، حققت بفضل الله نجاحات هي مصدر الفخر والاعتزاز. كما أضاف جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قائلا: إننا في هذه المناسبة نشيد بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل ووقوفهم صفا واحدا مع إخوانهم ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحماية لأوطاننا وأمتنا العربية، ولدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة انطلاقا من قرارات الأمم المتحدة. كما نشيد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الأمن العام والحرس الوطني وجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والنظام العام والاستقرار الداخلي، مستذكرين تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن دينهم ووطنهم على مر العهود. وهذا اليوم هو انطلاقة جديدة نحو المزيد من التطوير والإصلاح بعد أن استقر التوافق على ثوابتنا الوطنية وخياراتنا الديمقراطية، وأننا بحمد الله سنكون مع شعبنا لتحقيق مشروعنا الوطني وفق خطوات طموحة لتلبية تطلعاتنا في الحياة الآمنة والتقدم والازدهار. مؤكدين على أهمية الالتفاف الوطني في هذه المرحلة بين الجميع، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها ويقوي من وحدة صفوف أبنائها ويديم علينا نعمة الأمن والمحبة والسلام، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وصالح المواطن. ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه فقام بزيارة إلى صرح ميثاق العمل الوطني، حيث كان في استقبال جلالته سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين في الوزارة ورؤساء الجامعات وعدد كبير من الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والجامعات. وقد شارك في الاحتفال عدد من طلبة مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة الذين تغنوا بالمعاني الوطنية وبالفخر والاعتزاز بمملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة وبذكر الميثاق الوطني ومعانيها العزيزة في كل وجدان كل مواطن، وإلى جانب قيام فرقة الأوركسترا الطلابية بوزارة التربية والتعليم بتقديم عدد من المقطوعات الموسيقية البحرينية والعالمية. وأعرب جلالة الملك عن سعادته بمشاركة الطلبة في هذا الاحتفال بذكر ميثاق العمل الوطني الذي جسد تلاحم شعب البحرين الوفي مع قيادته، كما جسد أيضا وحدة الصف الوطني الذي عبر عنها التصويت التاريخي على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، كما جسد أيضا وحدة الصف الوطني والذي كان حدثا تاريخيا نعتز به جميعا. وأعرب عن شكري وتقديري لوزير التربية والتعليم ومنتسبي الوزارة والجامعات بكافة مستوياتها لما أبدوه في هذا الاحتفال من شعور صادق تجاه وطنهم العزيز، مؤكدين من خلال هذا الاحتفال اعتزازهم بميثاقهم الوطني الذي كان وسيبقى رمزا لوحدة شعبنا العزيز. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للطلبة والطالبات والهيئة التعليمية على هذا الاستقبال، متمنيا له جلالته استمرار التوفيق والنجاح. من جانبه عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم باسمه وباسم جميع منتسبي الوزارة عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على هذه اللفتة الكريمة التي تفضل بها جلالته لمشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم واحتفالهم بالميثاق الوطني، تأكيدا من جلالته يحفظه الله على ما يوليه للأجيال الشابة من أبناء البحرين من كريم العناية والرعاية باعتبارهم أجيال المستقبل وحسن الوطن الحصين. أنا أرخص لها البالي ومجد معين.
ما فيه غير الخير ما به شين، ما فيه غير الخير ما به شين، ما فيه غير الخير ما به شين. ما فيه غير الخير ما به شين، ما فيه غير الخير ما به شين. أله موقعت دستور في التكوين، أله موقعت دستور في التكوين، أله موقعت دستور في التكوين، أله موقعت دستور في التكوين. ميثاقنا أهلي وشوف العين، ميثاقنا أهلي وشوف العين، أشوف